معي من باريس الباحث والخبير الجيوسياسي لاغا شقروش. مساء الخير، اهلا بك معنا. كيف تتابعون مثل هكذا شهادات دائما ما بات الحديث عنها موجودا اليوم عن ممارسات بوكو حرام؟ الى اي مدى نحن نتحدث عن تاثير فيما بعد للمحاسبه، ام ممكن ان يكون لها تداعيات على الممارسات الحاليه كونها للاسف لم تتوقف بعد؟ هي من ظاهره يعتبر بشكل عام ظاهره الردة شهدت في هذه المناطق باعتقادي نتيجه النكسه او الهزائم المتتاليه لداعش، وبطبيعه الحال في نيجيريا وما حول نيجيريا، الكاميرون ومالي وتشاد، هناك هزائم متتاليه، هزائم عسكريه. والشيء اللي من الممكن نلاحظه هي ردة من الناحية عناصر كانت تشتغل مع بوكو حرام أو مجندة إرهابية تراجعت وتفطنت لمدى الخطورة، أولا من الناحية الإجرامية، القتل والإرهاب والخطف والسلب، ومن ناحية ثانية يمكن أن يوجد عناصر كانت لهم نية دينية للدفاع على معتقدات، لأن الخصوصية بالنسبة لبوكو حرام، هناك صراع جنوبي شمالي جند فيه الشمال، جند فيه المسيحية، والشمال جند فيه الإسلام، وبوكو حرام ناتج عن هذه الصراعات. إذا ظاهرة التراجع، وخاصة ظاهرة محاربة بوكو حرام من عناصر كانت ربما شبه قيادية في بوكو حرام، هذا يبشر بخير حقيقة. يعني هو الأكثر اللي كنا نتحدث عنه، موضوع الحديث هؤلاء، حديث بعض النسوة اللائي بفررنا وتحدثنا عن ممارسات بوكو حرام من عمليات اغتصاب وما إلى ذلك، وعن التلقين الفكري الذي يلعب أفراد الجماعة بمحاولة تشريبهم دائما، تشريبهن مع أزواجهن الفكر المتطرف اليوم. بس بما أنك ذكرت موضوع سيد لاغا، موضوع خسارات داعش وما إلى ذلك، هل ممكن أن يصبح الوضع في إفريقيا اليوم ويستغل جماعات أخرى كلها في النهاية، يعني أوجه لعملة واحدة، ما يحدث ليطرأ المزيد، لنشهد المزيد في الأوقات اللاحقة؟ هذا صحيح، وهذا ناتج أو ما يسمى بترتبات ناتجة عن هذا الوضع العام، وضع الهزيمة. أما ما تعرض له مقالكم في هذه النشرة، يوجد هناك خصوصية لبوكو حرام. بوكو حرام ليس بالخلايا الداعشية، بوكو حرام يفتقدون أصلا لعناصر الفقه واللغة العربية. الناطق الرسمي او القيادي الاول لبوكو حرام لا يتكلم العربيه، ولا كيف يفهم الفقه الاسلامي والدين الاسلامي؟ اذا لم يتمكن، يعني هم بعيدون بالنهايه، حتى داعش يعني بعيد كل البعد. ربما نتحدث عن اختلاف بعدم التحدث العربيه للبعض، تحدث العربيه لاخرين، ولكن الأساس نتحدث عن الإرهاب. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا سيد لاغا شقروش الخبير الجيوسياسي، كنت معي من باريس.